ونتحول مع حضرتكم لمتابعة لأهم وأبرز الأخبار الاقتصادية مع رجائي رمزي. إليك رجائي. شكرك أميرة، شكرك محمد. مشاهدينا، أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد العاشر من إصداره ربع السنوي بشأن الصادرات السلعية غير البترولية، وأشار إلى انخفاض قيمة العجز التجاري غير البترولي خلال الربع الثاني من العام 2023، حيث بلغ 7.5 مليار دولار مقارنة بنحو 8.4 مليار دولار خلال الربع نفسه من العام 2022، ذلك بنسبة انخفاض بلغت 10.7%. يرجع ذلك إلى انخفاض قيمة الواردات غير البترولية. أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تحقيق كشف بترولي جديد، وذلك في منطقة امتياز جسم طويلة غرب في خليج السويس. وأضافت الوزارة أنه تم حفر بئر جديدة من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر التي تم تركيبها مؤخرا في حقل شمال جيسم الشمالي. تعد البئر هي الرابعة التي يتم الانتهاء منها من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر ضمن المرحلة الحالية من برنامج الحفر الاستكشافي وتنمية منطقة الامتياز. أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس لا تدخر جهدا نحو التنسيق الكامل وتحقيق التكامل مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك ضمن الرؤية الشاملة للرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق الاستفادة المثلى من القناة والمنطقة المحيطة بها والانطلاق نحو آفاق أرحب لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة. جاء ذلك خلال كلمة الفريق أسامة ربيع في فعاليات الاحتفالية التي نظمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك للإعلان عن عقود التزام المحطات الجديدة وبدء نشاط تموين السفن بالوقود التقليدي والوقود الأخضر بميناء شرق بورسعيد. أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني من العام الحالي، وأضاف الجهاز أن معدل البطالة بلغ 7% من إجمالي قوة العمل خلال الفترة من شهر أبريل إلى يونيو الماضي بانخفاض بلغ 0.1% عن الربع السابق. وأشار الجهاز إلى أن قوة العمل تبلغ 30,969,000 فرد كحجم قوة العمل خلال الربع الثاني للعام الحالي، مرجعا ذلك الارتفاع إلى ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 400,000 مشتغل خلال الربع الحالي من الربع أو مقارنة بالربع السابق. إلى البورصة المصرية التي أنهت تعاملات جلستها اليوم منتصف جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب وسط تداولات تجاوزت 2.5 مليار جنيه. ربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.238 تريليون جنيه. ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة بلغت 1.65% مغلقا عند 18216 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 1.14% مغلقا عند مستوى 3716 نقطة، فيما زاد أيضا مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 1.2% مغلقا عند مستوى 5664 نقطة. أظهرت بيانات شحن من مصادر تجارية وصناعية أظهرت تراجع واردات الهند من النفط الخام من روسيا في يوليو للمرة الأولى في 9 أشهر،
يأتي ذلك فيما تراجعت واردات الهند من السعودية إلى أدنى مستوى لها في عامين والنصف العام بعد تخفيضات الإنتاج من مجموعة أوبك بلس. وأعلنت السعودية خفضا طوعيا للإنتاج بمقدار 1,000,000 برميل يوميا أخرى من يوليو إلى سبتمبر المقبل. كما أعلنت روسيا خفض صادرات الشهر الحالي بمقدار 500,000 برميل يوميا في إطار اتفاق ما بين أعضاء تحالف أوبك بلس. نهاية أخبارنا الاقتصادية في هذه الوقفة، عودة مجددا إلى أميرة ومحمد، فإليكم. شكرا لك رجائي.